اهلا بكم من جديد. دخل الدكتور جابر عصفور مكتب وزير الثقافه مرتين، مره في وزاره احمد شفيق بعد 25 يناير، ولكنه لم يمكس على كرسي اكثر من 9 ايام. استقال بعدها محتجا على وجود بعض الوجوه القديمه في الوزاره التي اهانت شباب الثوره ووصفته بالبلطجه. المره الثانيه في حكومه المهندس ابراهيم محلب مؤخرا، بعد ان التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي واتفق على اعاده هيكله بناء الثقافه في مصر. دكتور جابر اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. في مره ثالثه انت رفضت ان تدخل وزاره كمال الجنزوري كمان. بل يمكن زي ما قرينا انك انت اعتبرت انه يجب محاكمه الجنزوري على الدور اللي لعبه في الخصخصه هو وعاطف عبيد. على كل حال خلينا نبدا بالنقطه الاسخن. حضرتك كوزير ثقافه وكمثقف وناقد ولك معاركك الفكريه الواضحه تماما واحد اعمده التنوير، وربما يعني لنا بعض الذكريات في مواجهه طبعاً تخلف الثقافي اثناء الموجه الاولى من الارهاب في تسعينات القرن الماضي، وخصوصا قضيه الدكتور ناصر حامد ابو زيد الى اخره. في هناك ما يمكن وصفه بالجبهه السلفيه يوم 28، وترى انها ستعلن ما يمكن وصفه او حسب ادعائها بالثوره الاسلاميه المسلحه. كمثقف وكوزير الثقافة، إيه دلالات مثل هذه الدعوة وإزاي تشوفها؟ لا، كمواطن أيوه بيرقب الأحداث، نعم، ومثقف يتأملها، أنا أعتقد أن هذه فقاعة في الهواء وسوف تنتهي إلى لا شيء لسبب بالغ البساطة، هو أن تجربة الإخوان المسلمين معنا وما يسمى بالإسلام السياسي مع الشعب المصري كله، نعم، أكدت بما لا يدع مجالا للشك لهذا الشعب أنه حكم، أي حكم تحت شعارات دينية هو حكم سوف يؤدي إلى فشل كامل للبلد وإلى مزيد من الدمار فوق ما حدث من دمار بالفعل. فأنا شخصيا لا أخذ هذا الكلام على محمل الجد، وطبعا لا أنصح الآخرين بأنه يحملوه على محمل الجد، لكن كنوع من الاحتياط بسبب الظروف التي نعيشها ينبغي أن يكون هناك احتراسات أمنية واستعدادات أمنية لمثل هذا التهديد، لا لجدياته، إنما لأننا ينبغي في ظل هذه الظروف الاستثنائية أن نكون حذرين من أي شيء. إنما هذا التهديد نفسه أنا أعتقد أنه فقاعة في الهواء وأنه محاولة لاختبار بقايا ما يسمى بالإسلام السياسي لقوته على الأرض. لماذا فشلت دعوة الإخوان المسلمين في مصر رغم أنها كان لها ما يمكن وصفه بالجذور أحيانا بينما نجحت في دول كثيرة؟ هل في خاصية ثقافية للمصريين؟ طبعا بالتأكيد، لأنه المصري هو ابن حضارات عريقة، أدي واحد. الحاجة الثانية، هو لجأ للإخوان المسلمين نتيجة للظلم السياسي والاقتصادي الذي كان واقعا عليه، وتصور أنهم بما أنهم ناس طيبون في الظاهر وأنهم بتوع ربنا كما يقال، أنهم لابد أن يكونوا أفضل من غيرهم الفاسدين. فأنا أشك، وعلى فكرة أنا بحتج بشدة أنه يتقال أنهم كانوا بيضحكوا على الناس بكيلو زيت وكيلو سكر. الشعب المصري أذكى من هذا بكثير، وإنما هي القضية كلها أنه هذا الشعب كان قد عانى من فساد لوقت طويل، وهذا الفساد مقرون بالاستبداد، وكان يريد أن يتخلص من هذا. وشعب بيحلم بأشياء بسيطة، مسكن ملائم، تعليم للأبناء، صحة، حياة مسطورة كما تعلمنا نحن جميعا في منازلنا التي تربينا فيه. الستر يعني الصحة، يعني التعليم، يعني هذه المطالب البسيطة للمواطن المصري لم يكن يجدها. فتصور أنه بما أن هناك ناس يرفعون شعارات الله والحكم لله والإسلام هو الحل، قال نجربه. ثبتت من التجربة أن النتيجة كانت كارثية، فكان من الطبيعي جدا أن يرفضه مجلس الشعب. وعلى فكرة الشعب ده لا يزال يحلم بنفس الأشياء البسيطة، الستر. ويمكن ده اللي بيفسر أن ثورة 25 يناير لم تكن ثورة أيديولوجيات بالتأكيد، لما كانت ثورة ملفات. ده هي بدأت الثورة دي بمجموعات من الطلبة والشباب بالألاف المعدودة، لكن لأن هذه التجمعات التي
تقدر بالآلاف المعدودة، يعني ليست بالآلاف المؤلفة. هذه الأعداد هي كان أهم ما فيها أنها فجرت يعني زرار قنبلة السخط الموجودة في نفوس الناس، فحدثت 25 يناير. ولأن 25 يناير لم تكن نتيجة تفكير مسبق ولا منظم، وإنما كانت نتيجة سخط عارم شعبي، كانت في النهاية يعني كانت عرضة لأن تتناوشها الأهواء المختلفة، إلى أن انتهت إلى ما انتهت إليه. وكان من الطبيعي جدا أن تصحح في 30 يونيو. حضرتك في الفترة دي قدمت استقالتك، ولكن أعلنت أنها لأسباب صحية. ثم أعلنت بعد لا ذلك. أنا ما أعلنتش لأسباب صحية ولا شيء، هو أعلن أنها لأسباب صحية. مين اللي أعلن؟ رئيس الحكومة؟ الله أعلم. هو أعلن أنها لأسباب صحية، لكن أنا لم أكن قد قلت كلمة واحدة. وعندما جاء وأن الكلام تكلمت. حصل إيه بقى في إيه السبب المباشر لتقديم استقالتك؟ الحكاية يعني خلاص قديمة. أنا كان اعتراضي يعني على مجموعة من الأشياء، منها وأهمها هو أني كنت أؤمن ولا أزال أؤمن بأنه أزمة مصر لا يمكن أن تحل بانفراد قوة واحدة في الحكم. وعلى فكرة أنا لا أزال أؤمن بهذا. واعتراضي بالمناسبة وسبب سقوط الإخوان المسلمين هذا هو السبب نفسه. هو أنك تأخذ أنت كل القوة وتعتزل أو تعزل بقية القوى السياسية، هذا الدمار. هذا هو الدمار. وأنا أظن أني لا أزال أؤمن بهذه الفكرة لأنها هي المفتاح السليم للحل الوطني. مصر تمر بأزمة منذ فترة، هذه الأزمة لا يمكن أن تحلها قوة وطنية واحدة، إنما هي تحل بتضافر وتآلف القوى الوطنية. هذا الذي يسمى في الأدبيات السياسية المصرية بالائتلاف الوطني. وكان في حكومات اسمها حكومة الائتلاف الوطني أو الوحدة الوطنية أو الوحدة الوطنية. عندما يحدث هذا مصر تتقدم إلى الأمام. ولحسن الحظ أنا لما أتأمل في وجوه الجالسين معي في مجلس الوزراء أقول هذا نموذج سليم لحاجتين، التنوع، ثلاثة اثنين أو واحد الوحدة الوطنية، ثلاثة بقى وهذا هو الائتلاف الوطني، لأنه عبارة عن تيارات سياسية مختلفة وتمثيل لقوة سياسية وطنية مختلفة. هل ممكن وصف هذه الحكومة بأنها حكومة تكنوقراط، يعني مجموعة خبرات أكثر منه مجموعة اتجاهات؟ هي إلى حد كبير حكومة تكنوقراط. أنا شخصيا أعتبر نفسي مثقف صحيح، متعاقد مع الدولة على تنفيذ مشروع ثقافي. طيب هل تعتقد أن وبهذا المعنى ما الذي يمنع أن يقال أنها حكومة تكنوقراط؟ طيب قبل ما ندخل على موقف الحكومة من الثقافة، حضرتك شايف أنه في خطاب ديني لا يزال متطرف في مصر؟ طبعا لا يزال طبعا. هل هذا الخطاب الديني متمثل؟ بدليل بسيط أن عندك رئيس للجمهورية في كل خطاب تقريبا يشير إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني. وهذه عملية متكررة. يعني من أول خطاب تقدم به إلى الناس صحيح، إلى آخر خطاب قالوا هتلاقي نفس المطلب موجود. وهذا يدل أنه هناك إقرار رئاسي أنه الخطاب الديني لا يزال في حاجة إلى تجديد. وعلى فكرة أنا لا أظن أن الخطاب الديني سوف يتم تجديده في فترة قريبة. طيب هنا بنشوف أنه حضرتك دخلت في حالة جدل أحيانا مع بعض رجال الأزهر، والجدل معلن في كتابات متبادلة، ولقينا في الحقيقة أنه هناك تصور بأنه على حد تعبير مثلا وزير خارجية الأمريكي جون كيري أن الأزهر هو الجامعة الإسلامية التي يمكن أن تلعب دور في مواجهة الفكر زي فكر منظمة زي داعش أو، ولكن في الحقيقة لقينا أن الأزهر نفسه في حاجة إلى على طريقة يعني جيتك يا عبد المعين تعين لقيتك يا عبد المعين تتعين. فالأزهر في طلبة وفي أساتذة وفي مناهج تحتاج إلى عدد صياغة. شوف أنا شخصيا بصدق لا أزال أؤمن بأن الأزهر هو قلعة الوسطية والإسلام المعتدل، لكن هذه القلعة قد أصابها ما أصاب قلع كثيرة في مصر، إن واحد تسلل إليها عناصر من الإخوان المسلمين على مدى السنوات يمكن من الأربعينيات المصرية إلى الآن،
وهذه العناصر أولا موجود الإخوان المسلمين تغلغلوا في الأزهر، موجود عناصر أخرى غير إخوان مسلمين، عناصر سلفية بأشكال متعددة وببعض التطرف الموجود هنا وهناك، كل ده موجود في الأزهر. دي نقطتان في غاية الأهمية. نقطة ثالثة لا تقل أهمية إن لم تكن أزيد، هي إنه ما يسمى بالمقررات والمناهج الدراسية، أنا هنا بقى خوجة بتاع جامعة، المقررات الدراسية تحتاج إلى مراجعة، وكانت هذه المراجعة ينبغي أن تتم منذ فترة مبكرة. أنت عندك كتب في الفقه حتى الآن تقول إن مدة الحمل يمكن أن تطول إلى 4 سنوات. في عصر العلم والطب وهذا التقدم الطب الذي نعيشه، كيف تسكت على هذا؟ يعني أنا بضرب نموذج بالغ التفاهة على أشياء بالغة الأهمية والحيوية. هذه مهمة أساسية ليست لمؤسسة الأزهر وإنما لكل مؤسسة تعليمية. أنت عايز تتقدم، عايز تدخل المستقبل، لابد أن تراجع البرامج التي تلقنها لأبنائك اللي هم رجال المستقبل. للأسف هذا لا يحدث في الأزهر، وحقول لك أنه إلى حد ما لا يحدث في وزارة التربية والتعليم، وإن كان قد بدأ. أيضا بنلاقي أنه ما يمكن وصفه بالفكر الداعشي أو المتطرف، يعني عندما أجد أن مفتي الديار المصرية يخرج بفتوى أنه الشات بين ولد وبنت حرام، فأنا قدام أزمة كبيرة. هي أزمة الحقيقة مش خاصة بالمفتي، وإنما هي أزمة خاصة بما أسميه العلاقة بين الفكر الديني في بلادنا والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية والعلمية. دايما يعني ابتداء من عهد محمد علي، يعني فكر كده كويس، هتلاقي انه دايما الفكر الديني هو على محافظته وجموده السلفي منذ ان اغلق باب الاجتهاد في الحضارة الإسلامية. صحيح. وبعدين بدأت الدولة الحديثة. الدولة الحديثة لها مجموعة من اللوازم التي تفرض على الفكر أن يغير نفسه. مثلا على سبيل المثال في كتاب تخليص الإبريز في وصف باريس رفاعة الطهطاوي، رفاعة بيحكي أنه في أثناء مسيرته إلى فرنسا بالباخرة، الباخرة هبطت في ميناء تونس، فكان هناك خلاف حاد جدا إلى درجة التعارك بين فقهاء الحنابلة وفقهاء المالكية حول ماذا؟ هل الكارانتينا حلال أم حرام؟ اللي هي الحجر الصحي. الحجر الصحي. بعض الحنابلة شايفين أنه لا يجوز وأنه حرام. ليه؟ منطقهم بسيط، أنه لا يجوز التدخل بين الفرد وربه أحد، أنه ربنا لو شاء أنه يجعلنا نمرض نمرض، ولا كارانتينا ولا غيره، والتوسط البشري ده حرام. الكلام ده كان يعني سنة 1820 مثلا. طب ما الذي حدث عندما جاء رفاع رفع الطهطاوي من فرنسا؟ بالتأكيد المسألة تغيرت. في فكر قديم بيواجه بمجموعة من المتغيرات، فكر قديم متعود على حياة بدائية بسيطة، وهذا الفكر كبر ونمى حول هذه الحياة ومرتبط بعلاقاتها الاجتماعية والثقافية والصناعية. طب هذا المجتمع الذي ارتبط بهذه الفكرة تغير، استجابة الفكرة للتغير بطيئة دايما حتى هذه اللحظة. انت مثلا امتى اباح الشيخ محمد عبده التصوير؟ قريبا جدا، لكن عندما ظهر ما يسمى بالفوتوغرافيا كان محرمة، لكن مع التقدم الاجتماعي وظهور ما يسمى ببطاقة الهوية والتعريف على الشخص بدأت المسألة ضرورة اجتماعية، فكان لابد للفكر الديني أن يتسع ويقبل هذه الضرورة. أنا شايف أن هذه الفتوى هي من قبيل مقاومة ما يسمى بالتغيرات المادية السريعة بالضبط، لكن بعد قليل ستقبل وسيتم استيعاب هذه الظاهرة. الإمام محمد عبده مثلا في سنة 1904 نشر مقالتين عن تحليل، مش تحريم، تحليل وإباحة فني الرسم والنحت. الكلام ده سنة 1904، غيره من المشايخ كانوا يرفضوا. إلى الآن كثير من المشايخ طبعا وجماعات سلفية ترفض الفن
الخاص بالتصوير والنحت. ليه؟ لأن محمد عبده كانت ميزته الأساسية أنه كان واعي بأن المتغيرات الاجتماعية ينبغي أن نعمل فيها عقلنا حياته في فرنسا فترة وأن نغير. نعم بالضبط. وسافر برا وشافر. أنا رأيي أن هذه هي المشكلة. لا ينجو من هذه المشكلة إلا المشايخ الذين ذهبوا إلى بلدان أكثر تقدما بما فيهم رئيسنا الشيخ الأزهر. الشيخ الأزهر درس في فرنسا، درس في تأمل كل مشايخ الأزهر الذين درسوا خارج مصر ابتداء من وخصوصا في فرنسا، ستجد أن فكرهم متقدم وأنهم أكثر تقبلا للمتغيرات الاجتماعية الثقافية الصناعية الإبداعية. فن السينما على سبيل المثال، هذه هي النقطة الخلافية بيني وبين عدد من مشايخ الأزهر. هم يرفضونه، هم يرفضونه إلى الآن. أنا في تقديري أنه سيأتي يوم حيتقبلوا، خصوصا أن أنا بقدر أشوفه على شبكات بالضبط. الإنترنت يعني. لأنه هو لما يجد أنه ابنه وحفيده بيشاهد هذه الأفلام على الآيباد. مزبوط. ومش بس آيباد، ده على الآيفون. مزبوط. اللي هو بقى زي الموبايل. صحيح. وشايف أنه بيشوف هذه الأفلام، كيف يحرمها؟ بعد قليل سيتبين له عدم معقولية الموقف وسوف يتحرر. بالضبط لنا أسوة في الإمام الشافعي نفسه. الإمام الشافعي كان في العراق، جاء إلى مصر. أيوه. عندما جاء إلى مصر كانت مصر مجتمع يختلف في حياته، بالضبط، من العراق. فقام الشافعي بتغيير 30 مسألة فقهية. أيوه. إذن القضية هي أنت عندك فكر متقوقع على ما هو عليه من بيئة ذات نظام اجتماعي خاص وذات طبيعة خاصة جغرافية تفرض نفسها. مؤصل الفقه اجتهاد بشري. صحيح. وهو اجتهاد مرتبط بتاريخه وزمنه. ولا بد لك عندما يتغير الزمن والتاريخ والحضارة أن تغير من هذا الفكر. فإذا لم تكن مواكبا لهذا وجمدت على ده، التغيير سوف يفرض عليك رغم أنفك أن تغير. بس هي كمان وسائل التكنولوجيا الحديثة استخدمت أيضا في عمليات الإرهاب، في أيضا استخدمت في الفتاوى يعني المقيدة لحركة المجتمع للأمام. ثم لعل حضرتك تتذكر باستمرار أنه الدين كان الثغرة التي يدخل منها المستعمر الأجنبي لمواجهة التطور أو لمواجهة الحركة الوطنية. على سبيل المثال حضرتك تتذكر أن الإسكندر الأكبر قال أنا ابن أمون فوفر 20,000 مقاتل. نابليون لما جيب المطبعة، قبل ما يجيب المطبعة قال أنا يعني نبي، يعني مداعم لنبي من يعني قال أنا إسلامي أو إلى آخره. فدائما الدين كان أحد المواجهة للحياة أو للفكر الوطني. هو في الحالة دي علينا أن نسأل أنفسنا كمجتمع وليس كمؤسسة دينية، أي المذاهب الدينية نختار؟ لأنه الدين ليس مذهب واحد. طيب. الدين هو يعني إيه؟ تلقاه البشر واجتهدوا فيه وأصبح هناك مدارس متعددة. يعني لو خدت الأزهر على سبيل المثال، اسأل نفسك يا ترى كم المدارس الفلسفية التي تتضمنها مقررات الأزهر؟ يعني أين المعتزلة مثلا من هذه المقررات؟ أين الفكر الرشدوي نسبة إلى ابن رشد من هذه المقررات؟ أين فكر ابن سينا من هذه المقررات؟ أنت عارف في تاريخ العلم جابر بن حيان له أهمية شديدة جدا. صحيح. عارف الحسن بن الهيثم في الطب. طب أين في مقررات الأزهر العلماء العرب العظام الذين هم أسسوا لنا تاريخا مجيدا في تاريخ الطب الإنساني؟ العلم كله فين ده؟ أنا ولهذا أنا ألح وأطلب أنه لابد من مراجعة البرامج الدراسية وأن تستوعب هذه البرامج الدراسية متغيرات العصر. وأنه يا إخوان الفقه الذي يرتبط ببيئة زمنية معينة واجتماعية معينة ليس هو الفكر الذي يرتبط بعصر متقدم وزمن الإنترنت. ربما يكون السؤال أين يقف الأزهر الآن؟ هل هو أقرب؟ أنا رأيي للأزهر قبل أن تكمل أم السؤال. هو قبل السؤال أن تكمل الحقيقة. السؤال يعني أنا أقول إن الأزهر يقف على مفترق طرق. صحيح. أمامه خيارات متعددة وعليه أن يحسم اختياره. أنا شخصيا بكل ما لدي من حب
لمؤسسة الأزهر، وإيمان بأنها لا تزال هي المؤسسة الوسطية التي تمثل الدين الإسلامي الوسطي، وبكل ما لدي من اقتناع بشخص الإمام الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أنا أعتقد أنه عليه أن يقوم بما هو مطلوب منه، وآمل أن يقوم بهذا. هل تغيير الخطاب الديني هو فقط مسؤولية الأزهر الشريف أم أنه أيضا مسؤولية وزارة الثقافة؟ حضرتك هنجاوب بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قبل الفاصل كنت بسأل ضيفي الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، هل تغيير لغة الخطاب الديني هي فقط مهمة المؤسسات الدينية أم أنها أيضا مهمة وزارة الثقافة؟ دكتور جابر. هو الخطاب الديني في التحليل النهائي مكون أساسي من مكونات الخطاب الثقافي. صحيح. بالتأكيد. يعني هي علاقة البعض بالكل وليس العكس. صحيح. وبعض الناس يميل إلى هذا أو يريد أن يقول هذا. الأمر مختلف تماما. الدين مكون من مكونات الثقافة وليس كل الثقافة العامة. طبعا. صحيح. وعندما نهتم في وزارة الثقافة بالخطاب الديني نهتم به من هذا المنظور. نعم. أنه مكون أساسي له كل التأثير والأهمية في داخل مكونات الخطاب الثقافي العام. وعلى هذا الأساس إحنا مثلا في المنظومة الثقافية اللي هي المنظومة الثقافية الجديدة للدولة التي أوكل إلي القيام بها باعتباري تكنوقراط. نعم. وأنا قبلت أن أقوم بهذه المهمة، فيها بروتوكول للتعاون مع وزارة الأوقاف. من بنود هذا البروتوكول التعاون في ما يسمى تجديد الخطاب الديني، لأنه تجديد الخطاب الديني هو أوتوماتيكيا تجديد الخطاب الثقافي العام. طيب يعني نجدده إزاي بصراحة؟ يعني التعبير حلو. أنا عندي عندي وصفة. نعم. هذه الوصفة سهلة جدا لكنها صعبة جدا. المهم أن أنت تقبل هذه الوصفة. الوصفة هي تختصر في كلمة واحدة اسمها العقلانية. بس إذا قبلت هذا المبدأ، وبالمناسبة مش العقلانية بمعنى الراشناليزم الموجودة في الفلسفة الأوروبية إطلاقا، لا، العقلانية بالمعنى الذي قاله الإمام محمد عبده، إنه العقل أولا، إنه إذا تعارض العقل مع النص أول النص لصالح العقل، لأنه العقل هو ما ميزنا به الله عن سائر المخلوقات. صحيح. فيبقى العقل، هنبدأ بالعقل، وده أهم مبدأ من مبادئ العقيدة فيما يراها الإمام محمد عبده. وما يترتب على العقل أشياء كثيرة. أنا أعتقد إن إحنا إذا آمنا بالعقلانية الإسلامية ممثلة في فكر إمام مثل محمد عبده وليس إمام آخر، يعني أنا دائما أتهم من عدد من مشايخ الأزهر أنني أؤمن بالتنوير الغربي، لا، أنا بضرب لهم مثل بسيط خالص، العقلانية بالمعنى الذي فهمه الإمام محمد عبده. أعتقد أن هذه هي البداية السليمة والصحيحة والمنهجية لتجديد ليس فقط الخطاب الديني وإنما التفكير الديني، لأن الخطاب في آخر الأمر هو القالب اللغوي للفكر، فإذا جددت الفكر جددت الخطاب. طيب ده على مستوى الفكرة، على مستوى تنفيذ الفكرة كيف تجري؟ يعني هل بيجري مثلا في إعادة صياغة خطب الجمعة مثلا؟ هل في إعادة تأهيل الدعاء على سبيل المثال؟ هل بنعمل دورات للدعاء بيتفرجوا فيها على مسرح، بيشوفوا فيها كتب جديدة غير الكتب اللي بيدرسوها في الأزهر؟ إحنا يعني الاتفاق الذي بيننا وبين وزارة الأوقاف يتضمن هذه الأشياء على فكرة. إنه الدعاء يتعرضوا لمنتج ثقافي فني وإبداعي. اثنين، إنه إحنا ناخد الدعاء المستنيرين ونذهب بهم إلى قصور الثقافة الممتدة على أنحاء مصر ويتكلمون مع الشباب ومع غير الشباب فيما يسمى بالإسلام العقلاني المستنير. يعني إذا تحقق هذا أظن أننا ممكن أن نحقق الكثير، لأنه مثلا يعني كيف يكون من مصلحة المسلم أنه يتعارك حول هل يدخل الحمام بالرجل اليمين ولا الرجل الشمال؟
إنما لنكن عقلانيين. بمعنى إيه؟ أن يكون عندنا أولاً القدرة على اختبار الأشياء بعقولنا، أن نؤمن بأهمية الفكر النقدي في حياتنا وبما فيها في هذه الحياة ما يقال لنا باسم الدين، أن نفكر فيما نسمع وأن نعمل تفكيرنا في هذا الذي نسمع يا أخي، وأن نؤمن بالنسبية، بأن ما يقوله الفقيه وما يقوله الشيخ وما يقوله الواعظ وما يقوله المتحدث باسم الدين هو كلام إنسان يحتمل الصواب والخطأ. صحيح. الشافعي على ما هو عليه قال كلامي هذا صواب يحتمل الخطأ وغيري خطأ يحتمل الصواب. طب إذا كان الشافعي قال ده نتعلم التسامح، حسن الظن بالمسلمين. ده أنا فاكر بينسب برضو للإمام مالك، إنه إذا ورد قول من قائل يحتمل الكفر من 99 وجها حمل على الإيمان، والإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان ولم يحمل عن كفر على الكفر. طب إذا كان ده في تراثنا الديني العقلاني، لماذا لا نفعله؟ صحيح. لماذا لا نأتي بهذه التيارات العقلانية ونبعثها إلى الحياة، أو نعطيها الحياة ونضيف إليها ما يستجد بسبب معارف عصرنا وبكل التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حصل فيه؟ قل لي بالله عليك، يعني كيف يسمح هذا المتطرف الديني لنفسه بأنه يستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا وهو يرى أنها نتاج الكفر؟ يعني كيف عقلا يدخل هذا الكلام؟ يعني تخيل المجند في داعش هو يستخدم كل طرائق التكنولوجيا الحديثة، ليس في الاتعاظ بقدرة العقل الإنساني على الابتكار، وهذا يدل في ذاته على عظيم خلق الله وإبداعه في مصنوعاته أو كائناته البشرية، وإنما يستخدمه في دمار هذه الكائنات البشرية. ده حتى ده متناقض عقلا لو فكرت. يقولك ربنا مسخره لك، يقولك ربنا مسخره لنا، مسخره لك أنت، أنت لا تستحقه أصلا. وكيف يمكن ربنا يكون مسخر شيء للعنف أو للإرهاب أو للدمار أو للتخريب، وأنت في دين اسمه الإسلام ويبدأ بالسلام، وأول ما يبدأ قرآنك اقرأ. صحيح. لكن حضرتك مش ملاحظ مثلا، خلينا أتذكر مع حضرتك موقف المثقفين الحاد واللي كان قوي جدا في موجة الإرهاب اللي كانت في تسعينات القرن الماضي، تقريبا ما كان باستمرار كان مثقفين موجودين في اجتماعات في فعاليات بينزلوا في مواجهة الإرهاب، وقفوا جنب نصر حمد أبو زيد بشكل واضح جدا، نزلنا قهوة التحرير بعد ما اتفجرت، كان في حركة ثقافية كبيرة جدا لا أراها هذه الأوقات. يعني أنا مش شايف دول المثقفين، لا للروائيين ولا للكتاب ولا مش شايف دور واضح الحقيقة جدا. هنا هختلف معك ولا ما تظلمهمش. نعم. لأن دورهم الذي مورس في التسعينيات دفاعا عن نصر حامد أبو زيد أظن لا يزال يمارس الآن. وفي مواجهة التطرف الديني ستجد الخطاب الثقافي ينهض بما هو عليه. يعني أنت عندك الكتاب اللي كانوا بيدافعوا في التسعينيات لا يزالون كما هم عليه الآن. يعني أحمد حجازي لا يزال يكتب في التنوير والدفاع عن أفكار الاستنارة إلى الآن، بهاء طاهر لا يزال، وعدد كبير من الكتاب يفعلون هذا، وإن لم يكن عن طريق الكتابة المباشرة بيكتبوا مسرحيات وروايات. الأجيال الجديدة فيها نفس الحكاية. لا، الحقيقة يمكن عندما نتحدث عن مصر حنقول إن الإبداع الثقافي المصري هو خط دفاعها الأول في كل شيء، حتى بما فيه الإخوان المسلمين. هو أنت ناسي أن احنا دلوقتي نجلس في المبنى الذي لم يستطع وزير إخوان أن يدخله، الترابيزة الاجتماعات دي احنا شهدنا مثقفين وفنانين ومبدعين، أن وزير الإخوان لم يستطع أن يدخل هذا المبنى وأنه منع من الدخول، وفراح هرب إلى الهيئة العامة للكتاب وجاب واحد لا يمسكها من يعني أقربائه ولا من أنصاره. إنما ده معناه أن الثقافة المصرية لا تزال قائمة، وحتى عندما يتطرف بعض